هربا من صخب المدينة وضغوطات الحياة وطلبا للراحة النفسية، وجد مرتادو المنتجع الصحي الذي أنشأته المصرية مديحة منصور ضالتهم. بوابات خشبية تنتشر في قطعة أرض زراعية، ومنتجع من الطين ومواد طبيعية زينت المشهد الذي يقع على طريق ساحلي يبعد نحو 500 كيلومتر عن وسط العاصمة المصرية القاهرة، حيث يقضي زوار المزرعة وقتهم بين حفلات الشواء وبين التأمل وممارسة اليوغا وأنشطة فنية وموسيقية. والأكثر أهمية من ذلك هو أنهم يشعرون بالنشاط وعودة الانتعاش لحياتهم التي تعاني زحاماً في كل شيء. وقررت صاحبة 48 عاماً والتي كانت مديرة إقليمية في قطاع النفط بشركة كبرى ترك الوظيفة، مفضلة العودة لجذورها من أجل علاج ما تقول إنه سنوات من الإرهاق المتراكم. المنتجع الصحي الذي يسمى بوابات يعتمد كلياً على الطبيعة، والفكرة وراء البوابات المقامة في الأرض مجازية ورمزية للدخول إلى مرحلة جديدة من حياة الإنسان بمجرد المرور عبرها، فيما تأمل مديحة منصور أن يتسنى استخدام مزرعتها في مشاريع السياحة المستدامة، وأن تكون يوماً ما قادرة على استقبال زوار جدد قادمين من جولة في المتحف المصري الكبير الذي يتم بناؤه على مقربة منها.